لحظة الغروب جميلة بصراحة. الجو طبعا تلج في اسكندرية، يعني النهاردة الشمس طلعت شوية، يعني الناس عشاق الطبيعة. احنا بصراحة بنعشق يعني المناظر الطبيعية دي، فقلنا نشارككم المقطع ده. بصراحة أجمل تأمل فعلا تتأمله فعلا هو مديتيشن ببلاش، جلسة مديتيشن مشهور دلوقتي. لحظات الانبساط بصراحة بتدي إحساس جامد بالمديتيشن، يعني أنت اللي فعلا الجو ده كده، لو حتى يشغل الفيديو دوت بصوت سماعة في ودنه بقى كده ويعيش لحظات الانبساط، ده أحلى جلسة مديتيشن بصراحة. هاي احلى المديتيشن ده ولا ايه؟ نجيب دي كده طيارة نفاذة.
ماركت بسام، it's a free meditation.